أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف أنيس الوصلة بمهام وال بولاية صفاقس، كما أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بواشنطن. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا الآن عبر الصوت والصورة من تونس مراسلة إكسترا نيوز درة مختار. درة، في البداية أرحب بك معنا في هذه الجولة وقرارات جديدة من قيس سعيد بخصوص إنهاء مهام أنيس الوسلاتي وإنهاء تكليف نجم الدين الأكحل، إذن مزيد من التفاصيل درة بخصوص المشهد السياسي. نعم، أهلا بك. بداية، نحن هنا نتواجد إلى حد هذه الساعة أمام البرلمان التونسي وأمام البوابة الرئيسية بالبرلمان. كما تعلمون لا زال يتواصل انتشار الأمن على كل جوانب البرلمان التونسي. دعينا ننظر مثلا إلى ردود الفعل الشارع التونسي بعد القرارات التي اتخذها أو بعد الإجراءات التي اتخذها الأستاذ قيس سعيد. كما تعلمون نحن الآن نمر بظروف صعبة جدا، وهو إصلاح ما صار لمدة 10 سنوات تقريبا، وهي حكم النهضة الإخوان والتي تربعت ممكن على المؤسسات المهمة من جنوبها لشمالها وتغلغلت ممكن فيها. إذن الشارع اليوم التونسي يطلب بالمحاسبة لكل من ساهم في دمار الدولة التونسية وتسبب في تفشي السرطان الإخواني على حد تعبيرهم طبعا، وهم يطالبون الأستاذ قيس سعيد منح كل أو فتح كل الملفات، ملفات النواب ورجال الأعمال التي تطالت عليهم خاصة الفساد وقاموا بإجراءات خاطئة جعلت من الدولة تمر بظروف صعبة جدا سوى على المستوى الاقتصادي أو الصحي. فيما يتعلق بالمستجدات، كما ذكرت قبل قليل، الرئيس قيس سعيد يواصل طبعا سلسلة من الإعفاءات والإقالات، كذلك التعيينات الجديدة، صلب الوزارات في تونس خاصة بعد تعيينه لوزير الداخلية الجديد. هنا نلاحظ أن الأستاذ قيس سعيد ممكن متوجه إلى ملأ الفراغ الموجود على مستوى عدد من الوزارات أولا وعدد من المؤسسات المالية الكبرى، إلى حين طبعا انتظار تعيين رئيس حكومة جديد يترأس الحكومة ليطبق القرارات التي يعلنها الآن على أرض الواقع. كما قلت قبل قليل، آخر المعلومات، منذ قليل تم أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف السيد نجم الدين الأكحل بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بواشنطن. وهناك أمر رئاسيا آخر صدر لرئيس الجمهورية قيس سعيد بإنهاء السيد أنيس الوسلاتي بمهام والي صفاقس. هناك تعيينات صراحة بالجملة وإعفاءات بالجملة هو ليتخذها الأستاذ قيس سعيد، وجاءت طبعا بعد ما شاهدنا إعفاء المشيشي ووزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة، وآخرهم يوم أمس وزير التكنولوجيات والاتصال ووزير المال، وعين وزيرين على رأس هذين الوزارتين طبعا لأهميتهم. ممكن خاصة أن الرئيس قيس سعيد مثلا اعتبر وزارة التكنولوجيات والاتصال هو مصدر تجسس على التونسيين، استغله ممكن حركة النهضة أو بعض الجهات لمعرفة ممكن معلومات خاصة بالدولة. إذن فيما يتعلق مثلا بتعيين سهام يوم أمس بعد تنصيبها، شاهدنا اليوم تحرك صراحة بعد تعيينها بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، عقدت اجتماعا اليوم مع رؤساء الهيئات والمديرين العاملين بالوزارة، وقد تناولت في هذا الاجتماع صراحة التوجهات الكبرى لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والملفات ذات الأولوية، سواء على مستوى ميزانية الدولة أو على الجبال أو الاستخلاص أو الديوانة ممكن، ودعم الاستثمار والتنمية ومتابعة القضاء المالي. شاهدنا صراحة العديد من الإقالات والتعيينات. ممكن نقطة إيجابية كذلك ساهمت فيها اليوم الوزيرة التي عينت يوم أمس، بحثت في الاجتماع اليوم ضرورة إعادة فتح ملفات بلورة التوجهات الكبرى لقانون المالية مثلا لسنة
2022. طبعا تصحيح المسار درة ربما منذ أمس، خاصة أن تونس تعيش صعوبات مالية ربما منذ أمس درة، والحديث عن من سيتولى رئاسة الحكومة هو الحديث الدائر. هل من أشخاص أو هل من أسماء جديدة تلوح في الأفق، أو من أسماء جديدة تم الحديث عنها؟ نعم، هو صراحة الأسماء متعددة، هناك أسماء تطرح سواء على صفحات التواصل الاجتماعي، سواء على مثلا تصريحات في قنوات تلفزية، في مثلا في برامج سياسية أو حتى برامج إذاعية. لكن من المنتظر أن الرئيس قيس سعيد سيتم بتعيين شخصية سياسية، ممكن هناك اقتراحين ستكون إما على الجانب الاقتصادي، خاصة نعيش فترة اقتصادية وأزمة اقتصادية عليها على الخروج منها، طبعا تولي شخص يكون على دراية كاملة بالشأن الاقتصادي، إما سنكون شخصية نشاهد عفوا شخصية في الأمن أو من الجيش. لا شيء إلى حد الآن، ليست هناك أي معلومة تدل على من سيختار الأستاذ قيس سعيد من سيترأس الحكومة. ممكن في بعض الأشخاص يقولون أنه هناك تأخير في هذا التعيين، لكن الأستاذ قيس سعيد يتأنى ممكن في هذا الاختيار، ممكن خاصة أنه سيتم اختيار يمكن حسب ما تم طرحه من قرارات أو أشياء، ممكن هو بالتحديد رجل قانون ويعرف تماما من سيكون في المكان المناسب يترأس الحكومة الجديدة التي ستكون ويطبق من خلالها رئيس الحكومة الذي سيكلف كل القرارات التي اتخذها الأستاذ قيس سعيد. ونحن بانتظار كل القرارات الجديدة وكل التطورات الجديدة في الشارع التونسي. على كل حال درة مختار مراسلة إكسترا نيوز من تونس، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات.